إن أحسن طريقة لتعليم التركيز لأشخاص مثلك مشغولين جدا هو أن تركزي على وقت قصير جدا، لأن الوقت هو ساعات وساعات، دقائق والدقائق ثواني والثواني هي ملي سكند، وتقومين بعمل واحد وتركزين عليه حتى لو صغير جدا، فهذا راح يتعلم دماغك على الفوكس والتركيز، وإلا تعملي قائمة كبيرة وشوفين من تتعلمين تركزين على نقطة واحدة راح التركيز يتقوى، والتركيز هو تدريب مثل تدريب العضلات، شلون نقويها وشلون نسوي لها رياضة. فالطريقة شلون الواحد يطور تركيزه هو تدريب، ويكون يعرف من دماغه يشطح يروح على غير شيء، والدماغ الصحيح هو ما يسوي عدة شغلات في آن واحد، فهاي المالتي تاسكينج هاي غلط وأكذوبة، وإنما الدماغ يحاول التركيز على شيء واحد حتى يضبطه بدرجة صحيحة، وون تاسك وون تاسك، فما كل نسوان يسوون مالتي تاسكينج وتغسلوا هدوم هذا كله خرب، هذا غلط وهذا سترس و غير صحي. فأحسن شيء واحد يسوي نقطة نقطة، وأنا من أبدي أشتغل أكو شغلات أحبها يعني أسويها بدون عذاب، بس مثلا تنظيف البيت ما أحب لما متعلمة عليه، بس من أبدي أشتغل ويصير البيت نظيف أقوم أحبه، فحتى أبدي أنظف وهو ما أحبه فأسوي شغلة بسيطة يعني مجرد أنظف السنك، فأقول لنفسي هذا شغل يعني أحترمه كشغل، أو أغسل كب أو أغسل مج بقول هذا شغل، أو أحمي مي بالكتلة أقول هذا شغل، سويت شاي هذا شغل، حتى من أتريق أو أتغدى هذا شغل، فيكون واحد مايندفول. وبعدين من أنظف أبدي أنظف الإكستنشن، هو يمكن 36 متر بس أقسم إلى مربعات، أنظف نقطة إذا أكو فشي وسخ أدير عليه مي يغلي، وبعدين أغسله بقول هاي مرة وهاي مرتين، وعدة مرات قد لا أكمل تنظيف المطبخ كله بس ما أهتم، أقلها أقول سوي شغل بس بعدين يصير واسي وأرجع أسويه. فالشغل وإنجاز الشغل هو أشياء نحبها وأشياء ما نحبها، بس حتى واحد ينجح لازم يسوي الأشياء حتى ما يحبها، يجبر نفسه ويعود نفسه على التركيز. أما الطب فهو يعني بالنسبة لي واللي علمتهم هم دماغهم يشطح يرسبون، خصوصا إذا المواد هواية، مثلا طبيب هو أول في كلية الطب في ألمانيا، بس من يسوى له امتحان وزارة الصحة اللي هو لازم يمتحن في علوم 6 سنوات مالت الطب سواها ففشل مرتين، وكان شانسه الأخير هو إذا ما نجح فما يشتغل طبيب، خلص الشهادة تنسحب من عنده، فكان هذا في الوضع كلش مؤلم وصعب، فكنت أنا عندهم زايرتهم، وما راح أذكر الأسماء اللي قد تذكريها في ربعك أو تخليها بتيك توك ما أعرف شو كل شيء لك تبي تسجلي، فشفت الولد تعبان ومخربط فرحت عليه سألته قلت له شنو قصدك، وأول شي سألته شلون يقرأ شلون يدرس، فهو يدرس الأسئلة والأجوبة شلون تيك توك مستعجل، فقلت له ماما هذا مو صحيح، الطب يحتاج هذا ما حد يقرأ كتب ومعلومات، الأسئلة مهمة حد يقرأها حتى يعرف شنو النقاط المهمة اللي راح يجيبوها بالأسئلة، وبعدين هسه الأسئلة مالتهم بألمانيا هاي مو مالتيبل تشويس كويشن يعني سطر واحد وتختاري، لا يكتب لك صفحتين حالة مريض يعني من يجي مريض شلون يخرط المريض شلون الطبيب، ولا وداحس نقطة واحدة بهاي الصفحتين المطولة لازم انت هلقد عندك علم تكتشفها وتشخصها وتحلها وتعرفها شنو، فهاي واحد اذا ما قارئ الكتب وفاهمهن ما يقدر. بديت أعلمه قلت له
خلي استغني يعني عن 10 أيام باقية. فقبله أول شيء إن واحدة تعلميه لازم هو يعتقد بيك أنت something، يعني عنده إيمان بيك. إذا تبين درسين أولاد يعني أحفادك أو لازم يعرفون يحترموك ويحترفون يعني أنت في الشي، حتى يسمعون كلامك مو خرنقع يعني. أو علم يعني واحد ابنه أو أولاده لازم يحترموه، هاي نقطة. اثنين يسمعون كلام. ثلاثة لازم واحد يبسطها مثل ما قلتي صح. فش سويت؟ هو طبيب وأول بس هسه بدأ يرسي مرتي لأن طريقته مال الدراسة غلط. والمهم هو دماغه مشوش، كلش مشوش ما يقدر يركز. فجبت له ساعة قدامنا وقلت له ركز على الوقت. هذا جاب لي كتب، أمه مشتريت له كتب، وقمنا نقرأ الكتب بالإنجليزي، كتب جميلة جدا وراقية ونوعية جيدة. فقمنا نقرأ الصفحة، قلت له خذ 5 دقائق دائما دماغك على الوقت، خلي ساعة قباله حتى ما يروح دماغه منه، وإذا راح دماغك رجع 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 رجع. وهي هاي الطريقة اللي استعملتها أني في أدمرة من جد أدرج. دائما أني في ركض وفي سباق مع الساعة، يعني لازم أخلص الصفحة ب5 دقائق لازم. فشكم تتعلمت أسوي سكانينج، أشوف شنو النقاط المهمة بالصفحة، شنو يعني الصفحة هي مو كلها مهمة، أكو كم نقطة والباقي كلها يشرحوها هاي النقطة المهمة. فواحد يقوم يتعلم شنو المهم وكتب على جهة هالشكل، وال5 دقائق بعدين صارت 10 دقائق. فبالساعة قرأت 12 صفحة. فبديت يعني وصلت مرحلة، وحتى ويا هذا الطبيب يعني أجي أجيب الكتاب أبغى كم صفحة قدام علمه، والصفحة مثلا 300 صفحة، فمقسمها ايش قد راح نقرأ باليوم مثل هالموضوع 5 ساعات. خوش 5 ساعات، الساعة نقرأ بها 12 صفحة، فراح نخلص 60 صفحة بال5 ساعات. منعوفة ناخذ غير موضوع، لأنه ما نقدر نستمر في موضوع واحد طول النهار، يضوج الدماغ يضوج، يصير عنده إشباع. مثلا نقرأ الصبح نسائية وتوليد 5 ساعات، بعدين نقلب على علم العظام والكسور همفت 5 ساعات، فهي 10 ساعات هالشكل. يعني الوقت منظم، بعدين الدماغ منظم. أول شيء يقعد من الصبح ياخذ سبليمنت، حتى أنا وأم اشترينا له من البايو، مغنيسيوم، فيتامين دي 3، ميلك فيسل، وأكل صحي ما بي سكر. أهم شيء يشوش الدماغ هو السكر والكربوهيدرات، هذا يشوش الدماغ ويسمم الدماغ، وخصوصا عند الأطفال يخليهم هايبر أكتف. فمن المفروض أن نعلم أطفالنا أن هذا السكر سم، مو يعني من نريد نحبهم نعطيهم شوكليته، لا غلط، هذا غلط. ولا يعني إحنا الأطفال هم دول أمانة برقبتنا، فمو معناته إحنا نحبهم وهو في الحقيقة نأذيهم. ولو النية هي زينة بس العمل سيء وإجرامي. وشكرا وإلى اللقاء.